لا ما تخش. شتو ايه ملح؟ طبعا الابيض ده هما رشين ملح على الدم. اعتقد في ناس بتعتقد ان دم الميت لما يترش عليه ملح ما يخليش يعني البيت يتسكن بالعفاريت يعني او بالجن. انا بس يعني عايز اسال ايه الوحشيه، يعني ايه انهار الدم اللي موجوده في الصور وانهار الدم اللي موجوده ده كده نشفت في الحمام بعد شويه كتير. بصوا الفوطه اللي اتمسح بيها الدم عامله ازاي، متغرقه دم من اولها لاخرها. يعني مش يعني لو اعتقدنا ان موضوع القتل عادي او بقى عادي او المخدرات او اي حاجه او الناس ما بقتش، يعني نداء الى النائب العام ونداء الى القضاء ونداء الى اي حد اللي يعمل كده ده يبقى عارف ان البلد ما فيهاش اعدام، ان البلد ان يتنفذ فيها حكم اعدام صعب جدا، ان القوانين فيها بطء شديد، ان القانون فيه ثغرات كتير قوي. شفت قال لك ايه، قلب في الشقه وقلبها عشان يعملها مشاجره او يعملها خناقه. يعني هو عارف من قبل ما يجي ان هو هيطلع منها او هيعملها خناقه او هيعملها دفاع عن النفس او هيعملها اي حاجه. لما الناس تغرق في دمها كده عشان خاطر شقه ولا عشان خاطر ايجار ولا عشان خاطر سجاده بتتنفض، لازم نخلي المجتمع ده يصحى ولازم نخلي الناس تفوق ان اللي هيغلط هيتعاقب جامد لان ارواح الناس مش خضر، وان الفوضى لو عمت في مجتمعنا هتبقى كارثه. انت قولي لو مش قادر تدخل بس احكي لي ضربها ازاي بقى. انا ما شفتش، انا لقيت ضربه السكينه، كنت واقف هنا لقيت ضربه السكينه جت على جوه ما دقتش. السكينه اللي انت خدتها دي خدتها عينك؟ كنت واقف هنا انا واختي اتجاه اخدتها. يعني دخل عليك انت واختك؟ هو كان قصدها في اختي ضربك وجري يعني؟ لا ضربني ودخل جوه، لقى امي حيه قام مسك الانبوبه حدفها بيها. ايه عمل ايه؟ مسك الانبوبه حدفها على المخ. بعد ما ضربها بالسكاكين لقاها لسه عليا، لا قام جاي يعورني، قام جاي مراته بقى مشيت، وهو دخل جوه قعد يكسر في الحاجه، طلع لقاها لسه بتقوم عشان لقيته عورني لسه بتقوم. يعني حرام اتضربت بالسكاكين وسمعت ان انت بتتعور لسه بتقوم راح ضربها بانبوبه البوتاجاز. هو دخل عشان يكسر، لسه هي بتقوم هو لمحها. كان جاي مسك الانبوبه مستعلي. كان ضربها بالسكينه ولا لسه؟ لا كان ضربها بالسكينه. كان ضربها. انا بقى انا بقوله لما جه يضربك انت هي قامت. هي قامت فهو دخل على البتاع ما شافهاش، فقام جاي هو لسه داخل يكسر التلفزيون هنا لمحها، قام جاي ما تعالى هو اوريكي مكان. بس انت اسمك ايه؟ محمد. انت يا محمد راجل قوي متماسك قوي، يعني بتحكي قصدي وانت قوي وخدت السكينه بدل اختي وبتاع، ازاي جامد كده؟ ايه؟ ازاي انت جامد كده؟ انا قدامي يعني انت متحمل الموقف؟ يعني مش فاهم. يعني مامتك وباباك توفوا صح؟ وانت واخد سكينه بدل اختك واقف يعني ماسك نفسك قصدي. زعلان. انا ما بقولكش حبيبي انك مش زعلان، تفهمني غلط، قصدي اقول ان برافو عليك ان انت راجل متحمل مسؤولية. يعني قصدي اقول عايز تجيب حق مامتك وباباك وخدت سكينة بدل اختك ومتماسك، اكيد زعلان. مش ممكن تكون مش زعلان، انت ممكن تبقى في صدمة. انا بقولك برافو عليك ان انا عايزك تفضل يعني تخلي بالك من اختك بقى وتفضل متماسك. بس مش عايز اتكلم في الموضوع، بس نفسيا متحطم. بص من الطاينة هو انجا شد دي وانجا حدف على كنت بتعمل ايه بقى وكل ده بيحصل قدامك؟ ايه؟ كنت بتعمل ايه بقى؟ كنت مرعوب. مرعوب بقى؟ صوتوش ما جريتوش عشان تجيبوا حد؟ ياما كانوا واقفين ان اللي هيجي هموته. يعني
ناس كانت واقفه بره؟ لا احنا بعد ايه ياما ده اللي هم مقامين ياما وقال اي حد هيجي هموته. واقف لنا بقاله ياما وقاعد يقول واقف لنا بقى. انتوا ما صوتوش بقى ياما وماما صوتت ياما. قام جاي راجل هنا واقف قدام الباب والباب متربس. تعرف شو شدنا نطينا وقام جاي اخدنا مش حتى كنا ماشيين عارفين الشباشة بقى هتلاقيها اهي قدام الباب اهي ما لحقناش نلبسه اي حاجه كنا ماشيين. انت كنت اكتر البوك بتاعه والتليفون كانوا هنا اكيد دلوقتي ما لقيتهمش واحنا داخلين معاك سرق ما لقيتهمش. اكتر واحد شاف الموضوع انت عشرت الموضوع. ايه اللي يخليه يقتل باباك ومامتك بالطريقه الوحشيه دي؟ اقول لك انا عشان قبل كده لما نفض السجاد هو عورها بكتف في ايديها الشمال كانت مفتوحه 12.5 سنتي. الدكتور قال لها الحمد لله انت مليانه عشان ايه السكينه ما وصلتش للعظم الكتف. انجاز راحت خيطت عملت له محضر. هي هم ما قدروش يخيطوا لها غير لما يعمل لها محضر. ف قصدك انك نيتها كويسه كمان يعني مش عايز تاذيه يعني. هم ما رضوش يخيطوا لها غير لما تعمل محضر. انا جايه قالت لهم ماشي وطبعت المحضر اخد فيه 6 شهور. هو عشان كده قتله. اخد حكم 6 شهور؟ 6 شهور. هو عشان كده قتله. اخد حكم 6 شهور فيعمل حاجه تخليه يتعدم؟ ما هو لما قتل ابويا تحت هو قتل ابويا تحت قال ده انا كده هاخد في اعدام. قال طب ما اخلص عليهم بالمره. هو انا بقول في مخه ممكن يكون ضرب في مخه كده. هو لما قتل ابويا تحت قال ايه ده طب ما انا كده عليا 6 شهور هاخد اعدام طب ما اخلص عليهم كلهم بالمره. هو تلاقيه في مخه. قتل ابوك ليه؟ ايه؟ مين كان بيتخانق معاه اكتر ابوك ولا امك؟ امي. قتل ابوك تحت ليه؟ ايه؟ قتل ابوك ليه؟ ما هو شكله انا ما شفتش ما اعرفش. انا كنت هنا. انت عايش مع مين دلوقتي؟ انا؟ علينا اكيد يعني وحشك باباك ومامتك. كل يوم بيقولي في الحلم يقولوا لي هنجيبوا لك حقك وحقنا كل يوم.